طيب عايز اسالك بقى على قبل ما تيجي النادي الاهلي، احمد عادل قال انك اهلاوي ودايما بتحب تشوف ماتشات الاهلي، شايف وتقييمك للنادي الاهلي في الفتره الاخيره، وعايز اسالك على بشكل عام افريقيا الدوري، شايف فرص الاهلي الفتره اللي جايه عامله ازاي؟ والله الاهلي دي كبوه ان شاء الله هتعدي، يعني ان شاء الله الفتره دي فتره صعبه على كل الاهلاويه، مش كجماهير كاداره كلاعيبه كلها فتره صعبه ان شاء الله هتعدي. يعني هل ان جمهور النادي الاهلي دايما بيحب يبقى رقم واحد، هل ده بيحط ضغط على محمود وحيد ولا بيحفز محمود وحيد؟ والله انا باخدها تحفيز ليا، مش ضغط عليا، لا انا بفرح لما الجمهور بيتكلم عليا كويس او الجمهور طالبني او بيقول لي كلمه كويسه او بسمع كلمه كويسه من حد، اكيد تحفيز مش ضغط. الفتره الاخيره بعد الاهلي ما خسر اللقب الثاني على التوالي في افريقيا النهائي الثاني طولة الدوري، الاهلي انت عارف ان هو دايما لازم يبقى مركز اول في اي بطوله، الاهلي يبقى فيها مركز اول. هو النادي معروف بنادي البطولات، يعني النادي الاهلي نادي بطولات، فهو معود الجماهير على كده، ما ينفعش